أجسمها جودة وسارة التمرت هي معدن تجمهورية سوماليلان محمد يوسف إسماعيل يسدوك ليتم مسؤولين شركة دلير كهيكو أيهلين ين مسؤولين تمامل كجبل كتور ريكو دقمة برعاية ما أنت وحي قامه ودشرة كسو سارين عبشوين مدوين كودن بيك سويري يبرشد كلا دوين جبل كتور ريكا عبنا ين قيمها أديك كرنت دي أديك بحنت شركة دا أجسمها جودة وسارة التمرت هي معدن سوماليلان محمد يوسف إسماعيل يماريها شركة دا أديك كرنت ده هيكو خذر تبر الآدن أو قرنتي بهالقاسي كهضلي أيافة فهي وحيالها كل الدواني كويشيين إيا قيمة دميستا شركة دايو سمعنا سمع عميشا وحا عبشوين كا صليقوها أمور قمي في السنة قيمها وايرك أو تدويلها الرقا والكتبلي الأمور ربراو أي كعودين قيميهيسو إنا يقالي يهي وحا مسلقراني إنا أي شركة دو مع عميشا قيميهي أي كسي ترتي إنا أي جبسو qiimihii ay ku sii tirtay markii hore ee ahaa 79 inay boqolkiiba 20 ay jabiso imika wixii ka dambeeyay insha Allah ay qiimaha shirkadu ay ku sii doonto muwaadiniinta oo noqon doono 0.63 ka macaamiisha markaa la kulan naga soo gaadhay waxa kamid ahaa in saacadaha guriyaha lagu xiro ay shirkadu dadka macaamiisheeda ay ku xidho saacadaha gaar ah ويدو أي درجة أرام بيلا ده أي أبد حسنا وشركة تسلك هذا ده إن قفك مواد كا سجنا إن أنا وحص هذا كارو سبيسيفيكا لو بحرن وحكرو أنا سلك هذا ده إن ما دام وضد خم عاميش إيش شركة ده إن هي وراء عيسى شركة وشركة ودني يوم ما قش سمي سي إن القيمة حكرن طلع استعمالان إن هي سكب حيا بشي وحكرو أنا سلك هذا ده إن هي شركة ده ودي بسناتو هذا جاي دنا حكاية تسو دت كنا وقتي هذا عدد إيه ظروفها هذا جاي وقت كنا ما أنت اللي قتلو إنا مع عميلك مركو ظروفها هذا إنا قلت يحكي لي سو هوش الله عبد بحنا ده شركة كرمت ده هيك أي بحسب مقال هذا برعو يلا قيبة كم من الفائدة ده ده تبقى قرع لي سو برشة ده سيد مساج ده يفتيك ودونك سلقي ده بوليسك يعيش بتعرف بود مقال مشروع تمرت أسبوراتها loo yaqaano solarka oo 500 kilowatt aha mashruucaas wasaaradda iyo shirkaduna heshiis ay ku wada galeen sida dadweynuhu ay u turjumayaan ama waxay u dhigayaan social media warbaahinta ku arkayni ma aha xaqiiqatan waxa ay shirkadda iyo wasaaraddu isla galeen in dadka barakacaya 4 IDPD in oo heshiiskaas qiimo jaban barakacayaashaas lagu siiyo oo 0.4 markii aan u kuulay arinta wax ka ogaanina heshiiskaasina sidii ayuu fulay waxa kale oo aan isla qaadanay shirkadda waxaan guud ahaan in sharaa'iga dalku in aanay laydka korontada qiimihiisa in aanay korna u qaadi karin hoosna u dhigi karin wasaaradda tamarta iyo macdanta iyadoo wax ogolaanshiya iyadoona aanu ka haysan aad baan u hambalyeynana tii safkaarka laga gaaray abadkii qaar ee ka soo baxayay قاعد كمل الدوينه كنتي هدف كش كده كان وحن كمل السنة ده ربع وربع حتى وش يعني إن أي معنيش إذا مرور بده عليك بالسوق إسلام مر كان أي وراه وش يعني إن أي برايس أي ديوس مر وربع إن وحن لا درين هاي وآن كشده درين كده إن أمور عادمنو إن كرونتو كنتي لا يسكو هلاين كرو أو شو كات ون فور أورس شو كا إسلام كان أمانة أو بد كبتا إسلام كان أي دوت كو هلان أنتي أول دا قيمة معقولة أي كو هلان أي أنا مرول بما الجرين تيدا يو شقادة يد أي تاي سيدو سهل دو بقى أنو قوض صعنا ما كنتي آدي أدبان قدهان سودوين نهارنتن وأنا هم بليرنا جيست كلا برا سابقا قبل كتور الحمسة محمد عبد يسودو كلا دو دوقة دقمة برعاية سودو ويي غو عمدن كلا دوان إلا قصو ساري عبشد برشد يكو هدين شركة دا ديك كورانتا دا هيكو كد بباكي آي سواب وحضي وحوغا هذا لأوكو صاب سمت لايركا يلدام كيسا يشركة دا يمعاميشي دا يهلا الصور نحتاج هذا الكاسو بنتي وناكسن هدي هذا يمادو إن مصواف شروع وحسوق دعم القليلي وأهنتا أويمي ويغن هالك المرايي وأسوع الغيي أقاسمها قول وسارة الطمرتا لما أنت يوحى لسبنمي إن السوليشن أنا حل واكسن ووارا ووارا أي مكبر نقر التوارتا
isku sawid xuriyo go'aannadan laga soo saaray cabashada bulshada shirkadda ayaa waxa muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn ugu dhagtaagayay bulshada kala duwan ee gobolka Togdheer. Waa Khalid Bakayle, wararka fogaanta Raga Xorta Star TV, Burco.